خلينا ناخد سؤال آخر من على الصفحة. السائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال للأهل مثل الأم أو الأب أو الإخوات؟ وهل يجوز تأخير إخراج الزكاة لوقت معين، مثلا هي تستحق الإخراج قبل شهر رمضان بأربعة أشهر وأنا أريد إخراجها بشهر رمضان، فهل يجوز التأخير؟ تمام. أول سؤال: الزكاة لا تجوز على الأصول ولا الفروع. نعم. ما يجوز أدي الزكاة لابني ولا أدي الزكاة لأمي وأبويا. أيوة. أنت وملك لأبيك. نعم. ما يجوز. خلاص؟ تمام. لأني تواجب عليك النفقة. الإخوات؟ الإخوات ما أنتش واجب عليك النفقة عليهم، فيجوز إعطاء الزكاة للإخوة والأخوات. طيب. تمام. السؤال الثاني بقى اللي هو عايز يخرج الزكاة في شهر رمضان. فأنا بضطر أخرها أربع شهور، أخرها ليه حضرتك؟ أنا مثلا الزكاة واجبة عليا في شهر جمادة أو رجب مثلا. لا جمادة ماشي. رجب ما هو قبل رمضان بأربع شهور. يبقى عند جمادة الأولى والآخرة ورجب وشعبان، هذا أربع شهور. تمام. خلاص؟ اللي هو دلوقتي مثلا. طيب أعمل إيه؟ حضرتك تعمل كالتالي: تستنى رمضان وتحسب النصاب على سنة واربعة اشهر. وتهبب بقى النصاب عندك من رمضان. بس. بس. تمام. دي فكرة كويسة جدا. طيب جزاكم الله خيرا.